يأس والكسل والخوف، التلاتة دول اللي عطلوني 7 سنين ان انا اطور في المهنة بتاعتي وان انا اخرج من حالة الزهق والتشبع من المهنة بتاعتي واغير فيها واعمل حاجة انا حابة اعملها. اليأس ان انا وصلت لسن، انا 51 سنة، فده لما جالي من 7 سنين، انا كنت في نص الاربعينات، والحقيقة حسيت ان انا زهقانة من اللي انا بعمله. اذا كان عندي مكتب في حتة او شغل وملهاش دعوة، انت ممكن تبقى صاحب بيزنس بس ما بتعملش فلوس، او بتبقى صاحب بيزنس بس عليك ضغط وبتدفع حاجات كتير، بتلاقي الموازنة بتاعتك بايظة اخر السنة زيه زي الموظف اللي بيقبض. بل بالعكس، احنا بيكون علينا مسؤوليات ان احنا نقبض، وانا كنت موظفة في وقت من الاوقات. فانا مش بكلمكم كلام انش، انا بكلمكم من الحقيقة. فاليأس اللي بيتسلل لقلبنا عشان احنا بنكبر في السن، يا ريت نشتغل على الحته ديت، وما حدش يقول لي ايه الحل، قولي لي اعمل ايه. انت اللي هتقول الحل وانت اللي هتساعد نفسك، انا ما ينفعش اساعدك، انا بقول لك تجربتي ايه. الحاجه الثانيه الخوف، احنا خايفين نفشل وخايفين الناس تنتقدنا. الحقيقه ده ما بياكلش عيش، والناس مش فارق معاها ومحدش مركز معانا، احنا اللي مركزين مع نفسنا. الخوف واليأس و بقى كل سنة وانتم طيبين. احنا في سننا ده بنحب نرجع نقعد قدام التلفزيون، نتفرج على التلفزيون على نتفليكس، نقعد نشتكي، نفكر على الاطلال، نرجع بالميموري لين، احنا عملنا ايه زمان واحنا وصلنا لايه ودلوقتي احنا بقينا ايه. وتلاقي نفسك بقى ان انت دخلت البابل السوداء دي وقاعد بتفكر بس في النيجاتيف. تابع كده نفسك، هتلاقي نفسك ان انت قاعد بتبص بس على الوحش. لقيت تعليقات كتيره جدا، مستحيل، ما ينفعش، صعب. طيب خلاص، لو انت شايف انه صعب خليك قاعد. ما انا ضيعت 7 سنين وانا قاعده بقول صعب وكسلانه، وانتوا فاكرين انا بنتقدكم؟ انا بنتقد نفسي وبراجع نفسي قبل اي حد، وضيعت وقت انا كان المفروض ان انا ما ضيعهوش. فدايما في حل لكل مشكله، لكن احنا اللي ما بنبقاش عايزين نشوف الحل، احنا بنبقى مركزين بس على المشكله.